يا أهلا فيكم مشاهدينا من جديد. نتابع تغطيتنا وحديثنا عن القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ليلة البارحة. كان من ضمن هذه القرارات تعيينات وزارية جديدة. في البداية خلونا نتابع هذا التقرير حتى نتعرف على الوزراء الجدد. شملت الأوامر الملكية التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله تعيين الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم بعد دمج وزارتي التعليم العالي والتعليم في وزارة واحدة وتسميتها بوزارة التعليم. وعزام الدخيل يحمل درجة الدكتوراه في إدارة المشاريع من بريطانيا، وحاصل على شهادة الماجستير في العمارة من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الملك سعود بالرياض، وهو من مواليد عام 1959 ميلادي، ويمتلك خبرات إدارية عالية في الإدارة التنفيذية في القطاع الخاص لأكثر من 25 عاما، أهلته لشغل مناصب إدارية مهمة في عدد من الشركات الرائدة. تضمنت التعيينات أيضا تعيين الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيرا للثقافة والإعلام، المولود عام 1979 في مدينة بريدة، حاصل على البكالوريوس في الهندسة وحاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وسبق أن تولى منصب المدير العام في قناة العربية، وهو باحث وخبير سياسي ومعلق في الشؤون السياسية في الفضائيات الإخبارية والعربية والدولية وكاتب صحفي، كما ترأس تحرير صحيفة الشرق الأوسط ومجلة المجلة. وتضمنت التعيينات أيضا تعيين الدكتور ماجد عبدالله القصبي وزيرا للشؤون الاجتماعية. القصبي المولود عام 1960 ميلادية حصل على درجة الدكتوراه في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأمريكية عام 1985 للميلاد، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية بمرتبة الشرف من جامعة ميسوري الأمريكية عام 1983 ميلادي، وعمل مستشارا للملك سلمان من يوليو عام 2014 ورئيسا للشؤون الخاصة من عام 2011 إلى 2014، كما عمل مديرا عاما لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية من عام 2002 إلى عام 2013، وأميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية بجدة من عام 1998 إلى عام 2002، وعمل أيضاً عضو مجلس إدارة مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة السعودية لمرض الزهايمر. وتضمنت التعيينات تعيين الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزيراً للعدل، ولد عام 1398 للهجرة، وحصل على درجة البكالوريوس قسم الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما حصل على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء شعبة الأنظمة قسم السياسة الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون المقارن مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء، والتحق معاليه بالسلك القضائي بديوان المظالم في عام 1422، وعمل قاضيا في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عددا من الدوائر القضائية بديوان المظالم، كما عمل عضوا في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية. وتضمنت التعيينات أيضا تعيين معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. آل الشيخ ولد في مدينة الرياض سنة 1378 من الهجرة، وأكمل تعليمه الثانوي في معهد العاصمة النموذجي بالرياض، والتحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في كلية أصول الدين بقسم القرآن وعلومه، وبعد تخرجه منها عمل ضمن هيئة التدريس في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعين نائبا لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عام 1420، وصدر الأمر بتعيينه وزيرا للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى جانب إشرافه على المؤسسات الخيرية كمؤسسة الحرمين الخيرية وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والندوة العالمية للشباب الإسلامي.
وتضمنت التعيينات أيضا تعيين الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزيرا للزراعة، وهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود عام 1982، وأمضى 13 عاما في وقت سابق مع أحد الشركات التابعة لبترومين. الفضلي كان يشغل الرئيس التنفيذي في شركة المراعي المحدودة التي انضم إليها عام 1996 للميلاد بعد أن عمل في شركة محمود سعيد الجماعية حيث كان نائبا للرئيس. وتضمنت التعيينات أيضا تعيين الأستاذ خالد بن عبد الله العرج وزيرا للخدمة المدنية، وكان العرج قد حصل على درجة الماجستير في علوم تكنولوجيا الإدارة عام 1984 بمرتبة الشرف، ودرجة بكالوريوس العلوم في هندسة التصنيع عام 1983 بمرتبة الشرف. عمل العرج عضوا في مجلس إدارة وعضوا مؤسسا في العديد من الشركات الخاصة، كما عمل في العديد من المؤسسات الحكومية، وكتب العرج العديد من المقالات حول الإدارة والاستثمار والموارد البشرية والموضوعات المتعلقة بالتدريب والتوظيف. وتضمنت التعيينات أيضا تعيين الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحة، حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، ودبلوم في التخطيط المالي ودبلوم في إدارة الثروات من جامعة ديلهاوسي في كندا، وكان الخطيب عضوا في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. شارك في تأسيس المصرفية الإسلامية أمانة، بعد ذلك انتقل إلى الخدمات الخاصة كمدير عام، وفي عام 2006 للميلاد أسس شركة جدوى للاستثمار، والتحق في ديوان الملك كمستشار وعمل مستشارا لسمو وزير الدفاع ومديرا لمشروع تطوير وزارة الدفاع، بعدها انتقل للعمل كمستشار في الديوان الملكي. طبعا نبارك للوزراء الجدد تكليفهم الحقيقة من قبل خادم الحرمين الشريفين، والأمل أن نرى بصماتهم على أرض الواقع والتغيير الذي يمكن أن يحدثونه والفرق الذي يمكن أن يصنعونه. للحديث عن الوزراء الجدد يعني نأخذهم تقريبا يعني واحد واحد أستاذ علي، بس خلينا نبدأ بدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم، بعد دمج الوزارتين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تحت مسمى وزارة التعليم. الدكتور عزام نعرف أنه مهتم بشأن التعليم بشكل كبير، مهتم بالتطوير في الجانب التعليمي من خلال حتى يعني في مواقع التواصل الاجتماعي مؤلفاته، وعنده كتاب التعليم والمضارة وشيء من هالقبيل، وعنده كتاب عن المعلم الجديد، ويبدو لي كانت آخر تغريدة له يقول خلصت من كتاب المعلم، كان يتكلم عن أثر وحقوق المعلم ومحتار يختار الغلاف الأخضر أو الأحمر، فإذا بالظاهر الأخضر بتكليفه بالوزارة. كيف تقرأ دمج الوزارتين، وكيف ترى الدكتور عزام الدخيل وزيرا للتعليم؟ أولا مثل ما تفضلت نهني كافة الوزراء وندعو لهم بالتوفيق، وأكيد أكبر تحدي يواجهه وزير التعليم، لأنه هو المسؤول الآن أمام المجتمع عن مخرجات العملية التعليمية، وحنا من زمان وحنا نطالب بإعادة تنظيم العملية التربوية في مدارس التربية والتعليم، بحيث أنها تخرج لنا طلب أشخاص يفكرون وليسوا من الحفيظة يعني. فهذا التحدي سيكون تحدي كبير بالنسبة للدكتور عزام، وأعتقد أنه كنا نتكلم قبل كذا عن قضية أزمة الثقة بين الوزارتين، وأنا كنت يمكن التعيينات حرقت علي، كان عندي مقال بيطلع يوم الاثنين عن العلاقة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، مخرجات ومدخلات الوزارة. إيه نعم، الوزارة التربية والتعليم الآن يتخرج الواحد من الثانوية العامة والتعليم العالي ينظر له نظرة غير مقتنعة في إمكانياته، فيلزمه بأخذ اختبارات القدرات والكفايات والتحصيلي واللغة الإنجليزية، ويحول عملية الصف الثالث الثانوي هذه إلى قضية اختبارات لمحاولة دخول الجامعة. القضية أن مخرج الجامعة أيضا لا يقنع وزارة التربية والتعليم، فلما يتخرج التربوي من الجامعة يضطر أنه يختبر أيضا كفايات المعلمين. أزمة الثقة هذه إن شاء الله أنه سيكون لدى الدكتور الفرصة لحلها بمخرجات
تربوية في المدارس على مستوى يعني يقنع الجامعات، وكذلك مخرجات من الجامعات تستطيع أنها تعمل في 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 كافة قطاعات الدولة سواء الخاصة أو العامة. جميل. طبعا الدكتور عزام يعني الله يعطيه العافية، سبق يمكن تشرفت بالعمل معه في أيام كان في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قيادي من الدرجة الأولى، أتمنى له التوفيق. بالتأكيد وتحدي كبير صحيح. وزارة التعليم والتحدي يمكن زاد بعد دمجها دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة يعني التعليم العالي، تتبع لها أكثر من مليون شخص يعني بالتأكيد. اللي يعملون في الوزارة. طيب أنا أستاذنك معنا أستاذ ياسر المعارك الكاتب الصحفي في جريدة الرياض. أستاذ ياسر، يعني لو بتكتب مقال وش العنوان الرئيسي لهذه القرارات الملكية والتغييرات والتحديث اللي كان ليلة البارحة؟ أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة. أعتقد أنه يعني أنا جالس قبل دقائق أكتب المقال اللي هو الأسبوعي اليوم الاثنين. يمكن السبب الأساسية في تغييرات الملك سلمان اعتمدت على جانب الكفاءة هي أكثر من جانب التخصص، وهذا لاحظناه يعني في السير الذاتية مثلا في معالي وزير الصحة، وزير الإعلام، وزير التعليم الآن، كلهم مشهود لهم بتاريخ حافل من نجاح إداري التنفيذي، وهذا ما نحتاجه في هذه المرحلة، وهي قراءة تاريخية للملك سلمان في التعاطي مع متطلبات المرحلة التنموية الحاضرة. الآن عجلة التنمية تسير بوتيرة سريعة لا يمكن إيقافها، بل نحن نحتاج إلى تجاوز هذه العجلة. لا نستطيع تجاوز هذه العجلة إن لم يكن لدينا كفاءات إدارية قوية مؤهلة. الأمر الآخر عنصر الشباب، يعني يمكن أفضل عنوان أكتبه هو شباب الملك سلمان أو شباب أو ملك سلمان حاضر المستقبل المملكة. المستقبل هنا ما ركز فقط على الإدارة، وإنما ركز على جيل الشباب. لو تلاحظ مثلا أعمار الوزراء، وزير الدفاع، وزير الإعلام، عمره 35، وزير العدل عمره 38، أعتقد هذه كلها مؤشرات إلى قضية الإيمان بوجود الشباب والمشاركة في عملية صناعة واتخاذ القرار. الأمر الآخر لو تمعنت له بشكل يعني واضح، ستجد إنه القرارات الملكية كانت مدروسة وقرارات تاريخية، كانت سريعة، كانت قوية، لم تكن مفاجأة لمن يعرف الملك سلمان، لأن الملك سلمان مدرسة إدارية قوية ولها تاريخ مشهود. كيف حول الرياض من يعني مدينة صغيرة، مدينة بدائية، إلى أصبحت من أكبر عواصم دول العالم بهذه الحضارة، بهذا النطاق العمراني، بهذا التوسع. الآن قبل شوي كنت تكلمون أنتم عن دمج وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم. أعتقد هذا القرار يعالج الفجوة الكبيرة ما بين التعليم العالي والتعليم العام. مخرجات التعليم غير لا يستوعبها سوق العمل. سوق العمل يحتاج إلى مخرجات قادرة أنها تتعاطى مع معطيات العصر من لغة إنجليزية، لغات متعددة، ثقافة معلومات. القرار هذا يمكن يسجل باسم الملك سلمان في حفظ التاريخ، لأنه يمكن إحنا من الدول القلائل اللي عندها وزارتين للتربية والتعليم. كل دول العالم عندها وزارة واحدة. أنا أعتقد أنه بس نحتاج إلى الصبر، نحتاج إلى الوقت، وسنلمس هذه النتائج حول يعني تطلعات المواطنين. جميل. شكرا ياسر المعارك الكاتب الصحفي في جريدة الرياض. سيد علي، خليني أمر عليهم بالعنوان العام للوزراء الجدد، أنه يلاحظ أنه طبعا دخول الشباب يعني 3 من الوزراء تقريبا في منتصف العقد الثالث من أعمارهم، وبالتالي في شباب. العنوان الرئيسي لو قرأت في السير الذاتية لهم ترى أنها فعلا حكومة كفاءات، فهذه يمكن يوضح توجه يعني الملك الله يحفظه إلى الكفاءات وإلى يعني عمق التأثير والإنجاز بشكل كبير. صحيح صحيح جدا. المجموعة الوزراء الجدد لهم سوابق، يعني مثلا أنجح وزراء مروا على المملكة يمكن هم الوزراء الذين دخلوا الوزارات في منتصف الثلاثينات، على سبيل المثال صاحب سمو الملك الأمير سعود الفيصل والدكتور غازي القصيبي، مجموعة من الوزراء الذين يعني لهم باع طويل وتاريخ الناس تدرسه الآن. فالسن المبكرة تعطي الفرصة للمنافسة. احنا في وضع تنافسي، لابد ان الدولة
تصبح أقل ترهلا وأسهل تعاملا مع المستجدات، ولا يكون ذلك من خلال أشخاص أمضوا في المناصب سنين طويلة أو من خلال كبار السن زي وأشكالي يعني الشباب الحركين اللي يستطيعون أنهم يحدثون التغيير. أنا عندي يعني كنت أقرأ وأنت تتابعون التعيينات، المجموعة هذه مجموعة التكنوقراط، ناس اشتغلوا في مجالات مختلفة وعندهم خبرات مختلفة. الشيء الثاني مجال القطاع الخاص، الخصخصة، أغلبهم يعملون في القطاع الخاص، وحنا قلنا أنه القطاع الخاص يهتم بالإنتاجية، بالجودة، بكفاءة العمل، لا يهتم بالمسميات أو العلاقات أو الشخصيات والأمور الثانية. الشيء الثالث أن البلد ما شاء الله ولت، يعني ما شاء الله توفر الكوادر عندنا، يعني الآن يمكن خريج الجامعات تجاوزوا 100,000 في المملكة، فما عندنا إشكالية. جميل. في إيجاد طيب الكوادر. قبل ما أطلع الفاصل باقي تقريبا دقيقة ونصف فيه، خليني أخذ كل وزير جديد والتحدي اللي بيواجهه باختصار كعنوان رئيسي. عاد طريفي وزير الثقافة والإعلام بعد ما كان آخر منصب له مديرا لقناة العربية، أعتقد أن هذا التحدي الأكبر له هو جلب المشاهدين للقنوات السعودية. ماجد، الدكتور ماجد القصبي وزير الشؤون الاجتماعية، التحدي الأكبر والذي بدأ في 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 التعامل معه هو قضية الضمان الاجتماعي، الآن في سلم جديد، وأنا أتوقع أنه سينجح نجاح كبير لأنه أصلاً هو خبير في المجال العمل الاجتماعي وإعانة المعاقين، وأعتقد أنه قد يكون هناك مجال لإيجاد مستشفيات للإعاقة على غرار ما كان يعمل فيه في مركز الأمير سلطان. الدكتور وليد الصمعاني وزير للعدل، وزارة العدل وزارة قوية وفيها مشروع الملك عبد الله للتطوير، وبدأت تدخل في عمليات الحوسبة. أنا أتوقع أن التحدي الأكبر هو تقليل مدة التقاضي بين الخصوم وأثبتة. الشيخ صالح آل الشيخ يعود لوزارة الشؤون الإسلامية. وزارة الشؤون الإسلامية من هذه من أساسيات الدولة، الإسلام هو الأساس وهو المرجعية وهو الذي لا يمكن أن يزايد علينا فيه أحد، فالشيخ أسأل الله التوفيق، وهو أدى في السابق وإن شاء الله أنه أمامه الفرصة لتطوير العمل الإسلامي والعمل المجتمعي الذي يخدم فيه المسجد للمجتمع. وزارة الخدمة المدنية وزيرها الجديد مع الأستاذ خالد العرج. لا كان ما كان أحد يتوقع زمان يعني أنه في إمكانية أن واحد يطلع في الخدمة المدنية من خارج المنظومة. الآن عندك الفرصة لتخفيف الترهل الحكومي، إعادة تصنيف الوظائف، إعادة هيكلة الوظائف، وضمان أن الدولة تعمل بطريقة جيدة خصوصا في الوظائف العليا من 11 فما فوق، كيفية الترشيح لها والعمل فيها وإتاحتها للقادرين. الصحة وزيرها الجديد الأستاذ أحمد الخطيب. الله أكبر، الصحة هي العنوان الأهم، الدولة تصرف عليها أكثر من 200 مليار. أنا أتصور أنه الوزير الجديد لابد أنه يعمل على استقطاب مستشفيات عالمية، يعمل على بحث عن التأمين الصحي العام للمواطنين، يحاول قدر الإمكان أن يخرج الحكومة من تقديم الخدمة إلى الإشراف على الخدمة، يعني حبذا لو صار عندنا مثلا مستشفيات عالمية والمواطنين كلهم مؤمن عليهم ونخرج احنا من قضية انه والله وزارة الصحة، لان القطاع الحكومي بيروقراطي ورايح يطلع لك مشاكل كثيرة اذا استلم الخدمات، فكل ما خصخصناها وحولناها لجهات متخصصة كل مكان افضل. استاذ عبد الرحمن الفضلي وزير للزراعة. وزارة الزراعة هي يعني طبعا خبرة الأستاذ عبد الرحمن إن شاء الله، عمله مع شركة المراعي وفي عدة مجالات، أعتقد أنه سيكون عليه دور مهم في حماية صحة المواطنين بالنسبة لاستخدامات المواد الخطيرة على في الزراعة، تقليل الرقعة الزراعية غير المجدية اقتصاديا خصوصا مع أنه الدولة فقيرة. أنا أستاذنك بفصل قصير وبعد أن نتابع الحديث عن القرارات الملكية، يبقى نقول للوزراء أنها الأمانة كبيرة على كاهلكم، وهي التكليف قبل أن تكون تشريف بأن تتولوا هذه الوزارات، ويبقى أكيد يعني الإعلام دائما داعم لكل من ينجز، لكل من يعمل ويقدم للوطن، لأن هدفنا في النهاية خدمة الوطن جميعا، والإعلام كسلطة رابعة يقف مع الإنجازات، ومن الطبيعي أن ينتقد
إذا كان هناك تقصير في بعض الأجهزة التنفيذية على وجه التحديد. فاصل قصير وبعد الفاصل أنا أعود. يا أهلا فيكم من جديد. نتابع الحقيقة تغطيتنا للقرارات الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ليلة البارحة. أخيرا كان وليس آخرا من الأوامر التي صدرت ما شمل المواطنين ولا سيما الفئات الغالية منهم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، كذلك مكافأة راتبين أساسيين للعاملين في القطاع الحكومي وطلاب التعليم الحكومي في الداخل والخارج، كذلك ما يتعلق بسداد مديونيات الحق العام. كل هالقرارات اللي كانت لصالح الشعب الكريم، خلونا بنتكلم عنها بس خلونا نتابع التقرير في البداية. تضمنت الأوامر الملكية الصادرة مساء يوم أمس أوامراً هلل المواطنون بعد سماعها، جاءت برهاناً للحمة بين القيادة والشعب ومستوعبة وداعمة لفئات المجتمع جميعاً، كانت على النحو التالي: صرف راتب شهرين أساسيين لجميع موظفي الدولة السعوديين من مدنيين وعسكريين، وصرف مكافأة شهرين لجميع طلاب وطالبات التعليم الحكومي داخل المملكة وخارجها، وصرف معاش شهرين للمتقاعدين عن النظام المؤسسة العامة للتقاعد ونظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق خادم الحرمين الشريفين تجاه كافة فئات الشعب وخاصة المشؤولين بالضمان الاجتماعي ومن في حكمهم، جاءت الأوامر الملكية الكريمة والتي فتحت نافذة فرح وبهجة بتعديل سلم معاش الضمان الشهري وصرف مكافأة راتب شهرين لمستفيدي الضمان الاجتماعي، صرف مكافأة إعانة شهرين للمعاقين وضم قوائم الانتظار للمعاقين لإعانة المعاقين اعتبارا من تاريخه، وصرف ملياري ريال دعما للجمعيات المرخصة بوزارة الشؤون الاجتماعية ودعم مجلس الجمعيات التعاونية ب200 مليون ريال، وتقديم دعم مالي للجمعيات المهنية المتخصصة المرخصة لها ب10 ملايين ريال لكل جمعية. ولم تغب الأندية الأدبية والرياضية عن الأوامر الملكية الكريمة، فدعمت كافة الأندية الأدبية المسجلة رسمياً بالمملكة بمبلغ 10 ملايين ريال لكل ناد، ودعمت الأندية الرياضية بمبلغ 10 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدوري الممتاز، ومبلغ 5 ملايين ريال لكل ناد من أندية الدرجة الأولى، ومبلغ 2 مليون ريال لبقية الأندية المسجلة رسمياً. الإسكان الهاجس الأكبر لدى السعوديين جاءت الأوامر الملكية شاملة له، باعتماد 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه، 14 مليار لتنفيذ إيصال الكهرباء، و6 مليارات ريال لتنفيذ إيصال المياه. الحراك المجتمعي على وسائل التواصل الاجتماعي وكما هي عادة الشعب السعودي المشهود له بالوفاء، جاءت مباركة وشاكرة وداعية للمولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. أستاذ علي، كيف تشوف هذه الأوامر اللي كانت متنوعة وكلها في نهاية تصب في صالح الشعب؟ طبعا هذه ديدن حكومتنا وقادتنا دائما يهتمون بالمواطن ويهتمون بسعادته ورفاهيته، الاهتمام بالمعاقين، الاهتمام بسجناء الحق الخاص وسجناء الحق العام، الاهتمام بالعمل الخيري والجمعيات المهنية، كل هذه الأمور تعودناها من قيادتنا، ولذلك لا نستغربها، بل بالعكس يعني الكثير من الشركات في القطاع الخاص أيضا تحمست وشاركت في تقديم الراتبين لمنسوبيها، وهذا جزء من إحساس القطاع الخاص بأولويات واهتمامات القيادة. قيادتنا هذه نعرفها وليس مستغرب أبدا ما نراه الآن وما شاهدناه من قرارات حزمة قرارات كبيرة سواء في مجال التنمية أو السياسة أو المجال الأمني أو مجال الخدمة الاجتماعية، ستكون
وسائل التواصل تويتر وفيسبوك والواتساب مشغولة خلال الفترة القادمة بالكثير من التأويلات والتفسيرات والتعليلات، ولكن المواطن يعلم أن قيادته حريصة عليه ولابد أن يساهم هو أيضا في أداء دوره. الآن نحن مطالبين مدام الفرصة مهيئة والمجال مهيئة للعمل والإنتاج وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين أن نشارك ونساهم بكل ما أوتينا في سبيل تحقيق أهداف الدولة. شكرا لك أستاذ علي الجهلي الكاتب في الشأن العام. شكرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اللي كان ليلة البارحة طبعا حاضر في موقع التواصل الاجتماعي تويتر من خلال حسابه حفظه الله، وجه رسالة للشعب نقرأها عليكم للي ما قرأها. أيها الشعب الكريم، تستحقون أكثر، ومهما فعلت لن أوفيكم حقكم. أسأل الله على أن يعينني وإياكم على خدمة الدين والوطن، ولا تنسوني من دعائكم. الله يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، قرارات حقيقة تدل على رغبة جادة في التغيير والتطوير في كافة مناحي الحياة لدينا في السعودية، قرارات كانت شاملة لكل المجالات. كلنا مع خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وكلنا كسعوديون نفخر ونفاخر بقيادتنا وبهذا العطاء المتنامي الذي لا ينقطع. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكل من تابعنا، نلقاكم إن شاء الله غدا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا في أمان الله. طفلك يستيقظ ضاحكا بعد ليلة نوم جافة. حفاضات بامبرز هي الأكثر جفافا، فيها حبيبات الامتصاص التي تمتص حتى 30 ضعفا من وزنها وتحبس البلل بشكل أفضل من الحفاضات العادية. الحفاضات الأكثر جفافا بحبيبات الامتصاص من بامبرز، حب ونوم ولعب.